النهارده احبائي عايز اتكلم عن حاجه مهمه جدا، ونرجو ان فعلا تكون ننتبه لكل كلمه حتى ان الرب يعمل فينا العمل اللي هو عايزه بينا. امين. ايه هي النفس الوحده؟ يعني لما بنقرا في اعمال الرسل، الروح القدس هو اللي كتب اعمال الرسل. امين. عن طريق القديس لوقا نجد ان هو قبل حلول الروح القدس على التلاميذ بيقول ان هما لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. وقبلها ايضا في قبل حلول الروح القدس لما جاء في العلية كانوا بيقولوا كانوا يوظفون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع أخواته. 12 مرة تقريبا جت هذه الكلمة إن الناس كانت بتجتمع بنفس واحدة. وبعدين الروح القدس بيعلمنا عن طريق الرسائل إن إحنا تكون بينا النفس الواحدة، نتحد بنفس واحدة. إيه هو الاتحاد بنفس واحدة؟ يعني إيه إن إحنا نتحد بنفس واحدة؟ في الحقيقة أحبائي، كون إن إحنا نتحد بنفس واحدة يعني معناها مش إحنا نفكر نفس الفكر تماما. يعني ممكن نختلف مع بعض في الفكر. الكلمة الأساسية اليونانية بتقول اسمها إيه؟ هومو ثيمادوم. هومو ثيمادوم يعني مش نفس واحدة، يعني معناها واحد بس كأنها اسطمبة كده على الكل، لكن متجانسة. يعني ممكن نختلف مع بعض الفكر، ممكن يكون كل واحد مننا عنده فكر مختلف أو عنده أشياء أنا بصدق أنها صح، أنت بتصدق أنها غلط. معلش، ممكن برضه نفرض نبقى نفس واحدة، ممكن نبقى نفس واحدة لو اتفقنا على شيء واحد أساساً، ان يكون يسوع المسيح هو الاصل في كل شيء. لو ما اتحدناش على الرب يسوع المسيح ان هو يكون الاصل، مش ممكن نعمل نفس واحدة. النفس الواحدة مش ان احنا يكون عندنا نفس الفكر بالظبط. يعني ممكن اي عصابة تتفق مع بعض يبقى نفس واحدة، مش كده ولا ايه؟ لو عصابة حرامية حتى انهم ليهم نفس الفكر وانهم نفس الغرض. إن ممكن يكون النفس الواحدة في المسيح إن موحدها مش إن هم بيفكروا زي بعض، أو بيوحدهم الطائفة بتاعتهم، أو بيوحدهم الفكر الواحد إن هم اعتقاد واحد، لكن بيوحدهم إن هم دخل فيهم الرب يسوع، روح الله فيهم فأصبح أولاد الله، فبقينا من بعض دم ولحم بعض بسبب روح الله اللي دخلنا. تعرفوا احبائي ان احنا اقرب لبعض من الاقارب اللي باللحم والدم، لان فينا روح الله واصبحنا نحن عائلة الله. ولذلك ان ممكن يكون تشكيلة مختلفة، واحد مهنته غير التاني، مركزه الاجتماعي غير التاني، الكل حينما يدخل هنا الكنيسة ما بيفكرش انا مركزي عامل ازاي، ولا لغتي عامله ازاي، ولا اللهجه بتاعتي عامله ازاي، ولا انا الكنيسه اللي جاي منها عامله ازاي. لكن يدخل الكنيسه هنا وهو عارف ان الرب يسوع هو الملك في هذه الكنيسه، وعارف ان روح الله اللي ولده جعله ابن حقيقي للرب. أعمال آسف روميا 15:6 بتلخص لنا هذا الأمر. بيقول إيه؟ ممكن أقرأ معاك الخمسة. ولأعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح إيه؟ يسوع. أمين. لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. إزاي لخصتها الموضوع ده؟
حد يقدر يجيبها بالاسلوب ده احسن من الروح القدس؟ بيقول لك انك انت يعطيهم لها صبر وتعزيه، تهتموا بنفس اهتمام واحد بحسب مين؟ المسيح يسوع. تمجدوا الله ابو ربنا يسوع المسيح بنفس ايه؟ واحده. ومعنى هذا احبائي ان لو احنا عايزين نتحد مع بعض بنفس واحده لابد ان احنا يكون يسوع قدامنا. جايين هنا علشان نمجد الرب في الكنيسه. بص احبائي، الكنيسه التقليديه ما بتنفعش حتى لو نجحت، مش بتوصل للغرض اللي الرب عايزه. يعني مثلا الكنيسه اللي احنا بنشوفها الايام ديت يكون كل التركيز على ان كنيسه القسيس فلان والناس بتيجي تسمع الوعظه وتمشي، وعلى حد وعلى حسب مقدره الواعظ وعلى حسب موهبه الواعظ الناس بتتلم عليه. دي الكنيسه التقليديه اللي احنا شايفينها. لكن في الحقيقه احبائي مش هو ده اللي في غرض الرب. الكنيسه مش بس قسيس، مش بس فريق ترنيم، ومش بس ناس بتخدم على حاجات مختلفه. الكنيسه ان الناس بتدخل هنا وهي مليانه بروح الله. فما يكون روح الله مالي كل واحد فينا، روح الله هيشتغل من خلال كل واحد فينا. يعني انا عليا دور زيك بالظبط، انا عليا ان انا اجي هنا الاجتماع وانا مليان بروح الله. لو كل واحد مننا يجي هنا الكنيسه وهو مليان بروح الله وعينين على يسوع وعايز يمجد الرب، حلول الرب هيبقى في الكنيسه اعظم من تخيلنا. وهتلاقي ان الكلام اللي بيتقال على المنبر ليه تاثير، مش ان هو يعجب الناس لكن يولد الناس. ممكن ناس يعجبها الكلام لكن ما تتولدش من فوق، صح ولا لا؟ تعرفوا على قد ما احنا بنسمع كلام كتير جدا جدا، احنا بقى عندنا تذوق عايزين نشوف الوعظه دي حلوه او الوعظ ده عامل ازاي. لكن في الحقيقه احبائي ان اهم شيء ان روح الله يشتغل. وروح الله ما بيشتغل، ما بيشتغلش في واحد، ده لازم يشتغل فينا كلنا بنفس واحده. لذلك كل واحد مننا عليه مسؤوليه ان هو يقول له يا رب املاني بروحك، لان انا رايح الكنيسه النهارده عشان امجد اسم الرب يسوع. لو كل واحد مننا رايح الكنيسه بهذا الشكل، الرب هيعمل معجزات في الكنيسه بدون حتى ما حد يتكلم ولا يصلي، لكن روح الله هيشتغل بكم. شوفوا يا احبائي، قبل كل شيء عملوا روح الله قال لك ان هم كانوا هناك بنفس واحده. لو تفتح معايا اعمال 5:12، بصوا افتحوا اعمال 5:12، الكلام ده جميل جدا. بيقول لك وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيره في الشعب. بعد كده وكان ايه؟ اقروا بقى. وكان الجميع بنفس واحده في رواق سليمان. بينما الرب يستخدم الرسل، لكن الرب عمل معجزات لان في ايه؟ في نفس واحده. طب الخدمه ازاي ننطلق في الخدمه؟ لما نقرا ايضا في اعمال الرسل الاصحاح الرابع من عدد 23 لعدد 31، مش هقراها كلها، لكن لما شافوا ان في تهديد من اليهود في هذا الوقت، بيقول لك لما صلوا اجتمعوا بنفس واحده، وفي عدد 31 بيقول ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهره. وكان الجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحده. شوف، عشان الرب يعمل معجزات في كنيستنا هنا، احنا ممكن نختبر هذا الامر. وانا شفت في كنائس في مصر حصل هذا الامر، ان في ناس بتدخل الكنيسه ويحصل لها شفاء مجرد ما تدخل من غير ما حد يصلي معاها. ممكن ناس تكون قلوبها تعبانه ومثقله وحزينه، لكن تدخل وتشوف من قبل ما تسمع الوعظه وحتى فقط عن طريق روح الله الحاضر في وسطنا، ان هذه الحاله تتبدل.
ان ممكن يحصل اي شيء، لكن لو كل واحد هيعرف ان عليه هذه المسؤوليه ان يمتلئ بروح الله، هو رايح الكنيسه النهارده مش هيسمع الوعظة عامله ازاي، ولا الترانيم النهارده هتبقى ازاي، وهنسقف ونفرح في الترانيم، ولا كل ده حلو جدا، لكن هو رايح النهارده ممتلئ بروح الله لانه عنده رساله. مين يقول له امين يا رب؟ يكون عندك رساله جاي النهارده، علشان صدقوني اللي بيحصل في الكنيسة مش بيحصل فقط من على المنبر، المنبر بس علشان التعليم والوعظ، لكن اللي بيحصل بيننا وتأثير روح الله اللي بيعمله بيننا بيكون تأثير معجزي. فأنا عايزك ترى نفسك ليس كواحد أي كلام، ده انت عضو في جسد المسيح، وأي واحد قبل المسيح في قلبه هو عضو في العائلة الإلهية، وأنت عليك مسؤولية، لأن الرب هيستخدمك لمجد اسمه باسم الرب يسوع. أنت عليك مسؤولية حبيبي. تقول لي طيب أنا معليش في حاجات معينة أعملها، مش قادر أعمل باور بوينت، مش أعمل ديت، طبعاً كل حاجة صغيرة هنا مهمة جداً، لكن هل قادر تمتلئ بروح الله ولا لا؟ اللي مين اللي يمتلئ بروح الله؟ يعطي الروح القدس للذين يسألونه. اللي عايز يمتلئ بروح الله هو روح الله فينا، لكن هو بيملانا لما احنا نكون تركيزنا على يسوع، لانه ياخذ مما لي ويخبركم. يعني هو روح الله بيخلينا نهتم بيسوع وبمجد يسوع. لما يكون كل واحد مننا داخل الاجتماع هو مليان بروح الله، لو تقدر تعمل كده بقوة دم يسوع المسيح، انت النهارده فيك استخدام. ولما روح الله يملاك هتلاقي كلامك بيطلع بقوة، وممكن تساعد اي مساعدة قد تظهر هذه المساعدة صغيرة جدا، ولكن هذه المساعدة ستكون مؤثرة لانها بروح الله. احد الناس حكى لي قصه في ولايه اوكلاهوما في امريكا، ان كان في كنيسه، وهذه الكنيسه كان فيها الكنائس مخلطين الوان مختلفه، لان في امريكا بعض الكنائس يعني للسود بس او كده، لكن هذه الكنيسه مختلطه، وكان فيها شخص، هذا الشخص هو شخص رجل اعمال ناجح جدا ورجل اعمال الرب باركه، وكان في الحقيقه ان هو شغل ناس كتير من هؤلاء الناس في الكنيسه، وكان سبب ان هو يجيب لهم شغل. وهذا الانسان كان مبارك جدا ممتلئ بروح الله، كان في فمه ابتسامه، وكان دائما بعد ما كل شيء يخلص يدور على الدكك ويشوف ينظف حواليها، ويشوف بره ويشوف كل حته كده، ينظف ويشوف كل حاجه ويوضبها في مكانها. فكانت الناس بتيجي تشوف الريس بتاعهم اللي مشغلهم بيشتغل بهذه القوه والهمه، فكانوا بيقولوا فعلا ان هذا انسان ممتلئ بروح الله، لان هو نسي نفسه ونسي هو عامل مين، ونفسه هو شكله عامل ازاي ومركزه ازاي، لكن جه علشان ينخرط في الكنيسه بنفس واحده عشان يعمل اللي هو ايه اللي يقدر عليه بس بحب. وهذه الكنيسه ممتلئه، والناس هو في الحقيقه يعني الناس بسببه بتاتي كثير للمسيح. فانا عايز اقول لك ان هو الرب ما بيحدهوش حد، ما بيحدهوش منبر، لكن كل واحد مننا لو يمتلئ بروح الله ويعمل الحاجه اللي بيعملها بفرح وبقوة، ان روح الله هيعمل فينا بقوة غير عادية. مين يقول يا رب النهاردة املأنا بروحك؟ انا عايز الاسبوع الجاي احبائي والاسبوع اللي بعده واللي بعده نيجي واحنا مليانين بروح الله، عشان نشوف الرب هيعمل ايه ويستخدمنا ازاي. انا بؤمن بالشفاء وبؤمن بقوة الرب علشان عمل معجزات، لكن لا اؤمن ان هو يكون شخص هو الشافي، او شخص هو اللي انا اؤمن بمواهب، الرب يعطي مواهب طبعا، لكن لما يكون على التركيز على شخص بس يقول لك هو ده بيشفي، ده اللي بيعمل كذا،
أنا أؤمن أن روح الله يستطيع أن يعمل حتى بدون شخص واحد. أن روح الله يستطيع أن يعمل في المكان عن طريق الناس الممتلئين بروح الله. أمين أحبائي؟ مهم جدا. فحينما يعمل الرب عايز يعمل عمل عظيم، لازم كله يجتمع بنفس واحدة. روح الله عشان يحل في يوم الخمسين اجتمع الناس بنفس واحدة. يتكلموا بكلام الله بمجاهرة، اجتمعوا بنفس واحدة. عايزين معجزات يا رب، اجتمعوا بنفس واحدة. لما يكونوا عايزين حتى يرسلوا إرسالية، لما بعد في أعمال 15 بولس وسيلة، اجتمعوا بنفس واحدة. حينما نجتمع بنفس واحدة الرب يتحرك بقوة. في ناس جات لها وقت معين يقول لك لا أنا مش عايز أروح كنائس. كنائس ما عرفش الناس عاملة فيها إزاي وده كله، فأنا بحب أقعد في البيت وأسمع معظم. هو يحب ان هو يقول لك انا اسمع وعظات، مش ان هم الناس بتروح ليه عشان تسمع وعظات. التلفزيون مليان وعظات، اسمع وعظات ولا اروح كنيسة ولا اعمل اي حاجه ولا ادفع عشور ولا اريح دماغي. هذه فكره شيطانيه يا حبايبي. تعرف ليه فكره شيطانيه؟ لان حلول الله اللي بيحله في الكنيسه مش هيقدر يعمله في بيتك. ده لازم، دي احنا هنا عيله. تخيلوا ان الواحد عنده عيلة وكل واحد قرر ان هو يعيش لوحده. هل هذا بنلاقيه امر معقول؟ ده حتى الناس اللي هنا اللي بيتباعدوا عن عيلتهم فترات طويلة بيعملوا حاجة اسمها family reunion، عشان عارفين ان هم يجوا مع بعض يجتمعوا مع بعض عشان في حاجة بتحصل بينهم ما يقدرش ياخدها في البيت عنده. ده على المستوى الجسدي. اشحال على المستوى الروحي، ان الله عمل نفسه عائلة هي اللي هتفضل معاه الى الابد. الله عايز يجتمع بيها عشان يعمل عمل عظيم. العمل ده مش هيحصل وانت لوحدك، لابد يحصل هنا في الكنيسة. مش بقول هنا في هذا المبنى بس، في كل كنيسة فيها ناس ممتلئين بروح الله. في كل كنيسة فيها ناس ممتلئين بروح الله، الرب هيعمل عمل عظيم. وهتحس ان الناس اللي بتيجي تقول لك هو انا بتساءل في ربنا ولا مفيش ربنا، واللي عنده فلسفات واللي عنده اشياء مختلفه يدخل الكنيسه يقول لك انا شفت الرب هنا، انا شفت الرب في هذا المكان، انا كان عندي اسئله كتيره وانا لوحدي لكن دلوقتي عرفت الاجابه. عشان كده انا عايزك تعرف ان الرب بيعمله في كنيسته مش هيحصل بره، لازم يحصل في الكنيسه. في أي كنيسة منطلقة بروح الله، لكن الرب لازم يعمل عمل عظيم. نرى أحبائي في فيليب الإصحاح الثاني، في حاجات بتمنع إن إحنا نكون عندنا نفس واحدة. ممكن الموضوع ده يحصل؟ طبعاً. هل بيحصل في الكنائس؟ كتير جداً. دلوقتي الشيطان لما يكون عايز يضرب الكنائس يعمل إيه؟ إن هو يجعل انشقاق في الكنائس. ويجعل الناس تيجي، هو ما يهموش العدد يبقى كام. الشيطان ما يهموش العدد يبقى كام، لكن اهم حاجه يكونوا 2000 بس كل واحد دماغه في حته، يبقى مبسوط جدا. او 2000 كل عينيهم الوعظ، برضه الشيطان يبقى مبسوط. لكن لو 10 12 جايين ممتلئين بروح الله وعينهم لا على الوعظ ولا غيره، لكن عينهم على يسوع ويمتلئ بروح الله، الشيطان يبقى مهزوز لانه بيخاف من حضور الله. الشيطان ما بيخافش من الوعظ لانه بيعرف يوعظ، مش كده ولا ايه؟ الشيطان بيوعظ احيانا، لكن الشيطان يخاف من حضور الله لان عارف لما الرب يحضر ملوش مكان، لابد ان هو الناس تنجو من جهنم وتروح للحياه الابديه، او الناس اللي هي نجت من جهنم تتقرب للرب اكتر، يخاف من حضور الله. لكنه ما يخافش من العدد، ما يخافش من الوعظ. بص بيقول ايه بقى في فيليبي الاصحاح الثاني عدد 2، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبه واحده بنفس واحده مفتكرين شيئا واحدا. لما قال مفتكرين شيئا واحدا عايز بقى يفسرها، مش مفتكرين شيئا واحدا يعني نفس الاعتقاد بالظبط،
بنجتمع كلنا ان المسيح هو الله الظهر في الجسد، ان الولاده الحقيقه بتيجي من فوق ليس عن طريق اعمال، بناخد روح الله، بندخل العائله الالهيه، ده اللي بيجمعنا. لكن بعد كده بيقول لك مفتكرين شيئا واحدا، عايز يفسرها يعني ايه مفتكرين شيئا واحدا، بيقول ايه؟ لا شيئا بتحسب او بعقب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. في تحسب بيحصل في الكنائس، بيحصل دايما، بيحصل ولا لا؟ تجد ان في ناس تلاقيهم ايه التحسب، يعني في ناس بتعتقد ما احسن من التانيين. اقول لكم حاجه احبائي، الكنيسه دي عيله مش كده ولا ايه؟ لما انت تشوف عيله، تشوف العيله فيها ايه؟ فيها جد، فيها اب، فيها ام، فيها عيل صغير، فيها طفل بيرضع مش كده ولا ايه؟ لما يجي واحد اب كبير عنده 40 50 سنه يجي يشوف ايه العيل الصغير ده؟ ده حتى ما بيعرفش ياكل لحمه. في حد بيقول كده؟ صح ولا لا؟ هو قدرته كده الصغير لسه بينمو. فاحنا في الكنيسه احبائي في مراحل نمو مختلفه. في واحد ما يقدرش يستوعب ان انت بتستوعبه، مش معنى ذلك ان انت احسن منه، بس دي مرحلته، دي مرحله لابد ان هو يمشي فيها. صح ولا لا؟ ولا زالت دي عيله احبائي، سن مختلف. احنا عيله، اي نعم منظرنا الجسدي هو هو، لكن جوانا ممكن يكون لسه طفل بينمو. ما تدنهوش، لما يقع انت تعمل له ايه؟ تسنده. لما تقول اصل وقع، عايز اقول انا قلت لكم الموضوع ده كتير بس هقوله تاني، لما تشوف حد بيمر في ضيقه اوعى تقول، اوعى تقول اه اصل ربنا بيقدمه، ده مش دورك نهائي. مش انت اللي هتعرف الرب بيقدم مين وبيعمل مين، انت عليك انك تبص للرب، ولما تشوف اللي بيقع عليك انك تقومه. لازم. مره الرب يسوع بيقول له ايه؟ شوف الجليليين اللي ده في لوقا 13، بيقول شوف الجليليين اللي بيلاطس خلطه دمهم بذبائحهم. بص يعني ايه دول بيستاهلوا؟ اكيد عملوا حاجه وحشه. وبعدين اللي سقط عليهم البرج قال لهم ان لم ترجعوا اقراكم بالظبط فكذا فكلكم تهلكون. قال لكم ما قاله الرب يسوع بالظبط، بيقول ان لم تذوقوا فجميعا كذلك تهلكون. اولئك 18 اللي سقط عليهم البرج في سلوان، مصيبه جاءت عليهم، سقط عليهم البرج وقتلوا، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كما أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني لما تشوف حد لك المشكلة تقولش آه أكيد عمل حاجة، لما تشوف واحد واقع ارفعه وما تسألش إزاي، لأن ده من العيلة. أمين؟ ده تبع الإيه؟ تبع العيلة بتاعتك. ولما تشوف واحد الرب باركه افرح جدا لانه برضه ضمن العيله مش كده ولا ايه؟ ما هو العيله كلها، ما هو كله بيودي لمين في الاخر؟ لمجد مين؟ لمجد يسوع. امين؟ فاي بركه بتجيلك هي بركه ليا انا. لما اشوف الرب شفاك انا احس ان نفسي ارتوت. لما اشوف الرب ادالك بركه وفك عنك ازمه ماديه احس ان انا هم اتشال من عليا، لان فعلا انا وانت واحد في الرب. وده بيمجد مين؟ بيمجد اسم الرب يسوع. لما اشوفك مرتفع النهارده تيجي وانت متضايق لكن تطلع من الاجتماع وانت مرتفع، انا بكون حاسس بفرح. ليه بكون حاسس بفرح؟ لان الرب يسوع هو اللي بيفرح وبيمجد وبيحقق وبيحول كل ذل الى مجد. ده هو ده الهنا احبائي. عشان كده نقول له رب النهارده بنفس واحده، احنا مش عايزين تحزب ولا كل واحد يدين التاني، لكن عايزين نكون عينينا على مين؟ على يسوع. انا طبعا بشكر الرب من اجل هذه الكنيسه، بشكر الرب من اجل الموجودين في هذه الكنيسه، ان احنا فينا نفس واحده.
وده وعلى فكره نشكر الرب ان احنا لو وصلنا لبعض احنا من طوائف مختلفه ومن لهجات مختلفه ومن بلاد مختلفه، لكننا فعلا لما بتيجي وبتلاقي الكل بيزغط وفرحان ما بنحسش بهذا الامر. امين؟ لانه احنا ايه؟ عيله واحده. لكن انا بتكلم هذا الكلام لاني انا عندي رؤيه في داخلي ان الرب يريد ان يعمل عمل اعظم في الايام القادمه. ولذلك احنا عايزين ان احنا نمتلئ بروح الله حتى نجذب اخرين تكون شفاطه. النفس الواحده دي بتشفط الناس اللي من بره حتى الكل يجي لمجد الرب يسوع. لما انت تدخل الكنيسه بيدينهم يعقوب، يعني في يعقوب الاصحاح الثاني عايز يقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بيقول لهم في يعقوب الثاني عدد 2: اذا دخل احد مجمعكم بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل ايضا فقير بلباس وسخ، فنظرت الى اللابس اللباس البهي وقلت له اجلس انت هنا حسنا، وقلت ان الفقير قف انت هناك او اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل ترتابون في انفسكم وتصيرون قضاة افكار شريره؟ اسمعوا يا اخوتي الاحباء، اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثه الملكوت الذي وعد به؟ ان بيقول لك ان في انت داخل في الكنيسه انت مش مركزك غني او فقير، انت مش مركزك عامل ازاي، انت عضو في جسد يسوع المسيح. قد يكون واحد ما عندوش بيت هوملس، لكن مجرد ما دخل الكنيسه عايز اقول لك انت مش احسن منه اطلاقا. اذا اتولد من فوق هو اخوك في المسيح، بل انت عليك مسؤوليه جهه هذا الشخص، مسؤوليه واضحه جهه هذا الشخص انك ترفعه وعلى قد ما تقدر تساعده. واذا كان الرب ادالك شيء فهو ادالك هذا الشيء علشان، مش عشان، اذا كان ادالك موهبه، ذكاء، فلوس، فالرب بيديلك هذا ليس فقط لنفسك لكن ايضا لاخرين. فعشان كده انا عايزك تقول له النهارده باسم الرب يسوع المسيح: يا رب انا هشوف الناس النهارده كلهم بنفس واحده وهشوفهم بعين يسوع المسيح، لان فعلا احنا عايزين ننطلق في الروح القدس. هللويا. لذلك لا يكون تحسب ولا بعقب بل بتواضع. مين الانسان اللي بيتكبر في الكنيسه؟ الانسان اللي بيتكبر في الكنيسه اقول لكم الناس اللي بتتكبر تبقى عامله ازاي. الكبرياء هو ان انا اتخدع. عشان كده بيقول الحديث في الايمان لئلا يتسلط فيقع في دينونه ابليس، يخدع. الانسان بيخدع نفسه بالكبرياء. الكبرياء هو عباره عن ايه؟ انه بدل ما يبص للمسيح بيبص لنفسه ويحس ان هو عنده حاجه مميزه عن الاخرين. عايز اقول لكم كلنا عندنا حاجات مميزه، كل واحد مننا عنده حاجات مميزه عن الاخرين، لكن مين اللي بيعطي؟ هو اللي بيعطي. وبيعطي عشان ايه؟ بيعطي عشان الاخرين. شوف ازاي؟ يعني مثلا لو كل واحد عندنا هنا في الايد وفي الود وفي كل حاجه اعضاء مختلفه من الجسد، لو عضو واحد بس الدماغ هي اللي بتشغل الكل، لكن عضو واحد بس يتألم الكل معه. لو الدم اتمنع عن الصبع الصغير اللي اشوفه ده، لو الدم اتمنع عنه القلب الجسد كله بيئن، لان ده صبع مهم جدا عنده، لازم الدم يمشي في كل حته. ونشكر الرب ان دم يسوع المسيح وجسد يسوع المسيح هو اللي جعلنا ايه؟ جعلنا واحد. لذلك لما تحس ان في حد متضايق او تعبان لابد انك انت ترفعه وتعرف ان كل شيء الرب اداهولك انما ده مش ليك بس، عشان الاخرين ايضا. لو واحد عنده ذكاء غير عادي اعرف ان الرب اعطاك هذا الذكاء عشان تفيد بيه ناس اخرين.
لو انت قعدت تقول انا ذكي، هذا هو الكبرياء. تقول يا رب اشكرك من اجل هذه النعمه لانك اعطيتهاني من مجدك لكي افيد اخرين. لو انت رب ادالك اي شيء، اي شيء رب ادهولك من اي امكانيات، وانا عارف ان كل واحد عنده امكانيات مختلفه، قول يا رب اشكرك لان ما ادتنيش هذه الامكانيات عشان اقعد بيها في البيت وابقى مبسوط وحاسس ان انا احسن واحد واذكى واحد. ده خدعه من ابليس. لكن انا جايب هذه الاشياء واقول لك يا رب استخدمها لمجد اسم الرب يسوع. بفرح جدا لما الاقي حد بيعمل حاجه في الكنيسه من غير ما حد يطلبها منه، هو حاسس انه قادر يعملها بيعملها. فرح. امين احبائي. لذلك نحن في المسيح نفس واحدة، ونحن متوقعين أن هناك يكون بركة غير عادية ستأتي في هذا المكان. لو إحنا بنفس واحدة مش هيدخل فينا فكر غريب. لما نلاقي فكر غريب من الشيطان دخل، تجد أن الجميع روح الله فينا بيرفض هذا الفكر. تصوروا؟ لما تحس ان في نفس واحده في الناس، والناس مقتنعه بنفس واحده وفي تواضع امام الرب، تجد ان الشيطان ليس له قدره ان يدمر هذه الوحده اطلاقا مهما عمل. ستجد ان اللي بيدخلوا الكنيسه بيشفوا وبيتغيروا وعايزين يتغيروا. يقول لك انا عايز اخد فرح زي اللي عند فلان. انا لما دخلت الكنيسه كانت صغيره خالص في سيدي بشر في اسكندرية، كنت هذه الكنيسة صغيرة 5-6 يمكن، لكن فيها حسيت فيها بفرح. قلت انا عايز افرح زي الناس دي، تأثرت بروح الله. حضرت كنت بحضر كنائس كتيرة، لكن تأثرت بهذه الكنيسة. وفي ناس ايضا كتير قوي بيقولوا لي هذا الموضوع، بيقول لك انا رحت هذه الكنيسة لكنني شعرت بشيء مختلف، شعرت بحضور الله باسم الرب يسوع المسيح. قول يا رب النهارده انا هرفع كل واحد من كنيستي. انا عايز اقول لكم حاجه باسم الرب يسوع، قرار انا نفسي كل واحد ينفذه من هنا ورايح. كل يوم الساعه 10 بالليل بالظبط، وقف كل النشاطات بتاعتك 5 دقائق بس، وصلي من اجل الكنيسه. مين يتفق معايا في هذا الامر؟ كل يوم الساعه 10 بالليل، حدش مننا بينام قبل الساعة 10 بالليل. الساعة 10 بالليل صلي وفكر في كل أعضاء الكنيسة وصلي من أجلهم. وحس إن هم أهلك. أهل الكنيسة دول أهلك أنت. ودول يخصوك أنت. وصلي من أجل الكنيسة ومن أجل هذا العمل. أنا هسألكم الأسبوع الجاي، صليتوا ولا لا؟ فعشان كده كل يوم الساعة 10 بالليل هنجتمع مع بعض في محضر الله حتى نصلي. اللي عايز يصلي ساعة يصلي، بس أنا بقول على الأقل 5 دقايق. ممكن تكون على الفيسبوك، ممكن تكون على التلفزيون، وقف كل هذه النشاطات. ولا رب الخمس دقايق دول أنا مش عايز أصلي من أجل أهلي ولا من أجل شغلي ولا من أجل حاجة، أنا بصلي من أجل الكنيسة ومن أجل روح الله، سكيب روح الله في الكنيسة، ومن أجل رفعة كل واحد في هذه الكنيسة، لأن أنا أريد أن أرى روح الله يتمجد بقوة في هذا المكان. لو أنت تنفذ معايا هذا القرار البسيط، ستجعل إن في هناك، انا عارف ان في باسم الرب يسوع نفسي كلنا نعمله، لكن لا ممكن ناس مش هتعملها الاسبوع ده، لكن انا عايز اشوف ان كل الناس بتعمله. وبعد كده لما نجتمع مع بعض في المره اللي جايه او في اجتماع صلاه او اي شيء، ستجد ان روح الله بيشتغل فينا بطريقه مختلفه. امين احبائي. لما تلاقي طيب سؤالين بس، نقطتين قبل ما نخلص هذا الكلام. لما تلاقي حد مختلف معاك في الفكر، تعمل ايه معاه في الكنيسة؟ واحد مثلا، دي حاجات كثيرة جدا، واحد مثلا مؤمن بالملك الألفي، واحد غير مؤمن بالملك الألفي، واحد مؤمن مش عارف ان لازم الستات تغطي شعرها، واحد مؤمن ان لا مش مشكلة. في اختلافات مختلفة، يعني حاجات كثيرة جدا. لما تلاقي الاختلافات بتحصل ايه؟ المفروض بيحصل ايه لما تلاقي الاختلافات؟ عايز اقول لك حاجة مهمة قوي. احنا ممكن نقضي سنين طويلة نتناقش في اختلافاتنا، ماشي ازاي؟
وكل ما نتناقش في اختلافاتنا كل ما الانشقاق بيننا يزيد. لكن ممكن في لحظة واحدة لما يكون هذا، طبعا انا بتكلم عن الناس المؤمنة بروح الله، لما روح الله يملأ هذا الشخص ويملاك انت، تجد انك انت اساسا مش عايز تناقش في اي حاجة تانية. تجد انك انت، انا عارف ان في لازم حقائق كتابية لازم نجتمع عليها، مجيء المسيح الثاني نعم، لازم نجتمع ان المسيح هو الوحيد الذي باسمه الخلاص نعم، المسيح هو الظاهر في الجسد وكتاب الله معصوم من الخطأ نعم، لابد ان نجتمع في هذه الامور، لان بدونها مش هنتولد من فوق، مش هنبقى عائلة اساسا. لكن بعد ما نبقى عائلة، هذه الاختلافات انا بقول بنضيع فيها وقت كتير جدا وطاقة ومجهود، ونجد نفسنا بنطلع بره بنكره بعض. لكن تعالوا كده نقول تعالوا نمتلئ بروح الله، تعالوا نمجد اسم الرب يسوع. اول ما تقولوا كده هتلاقي اللي بيزرق واللي بيفرح واللي عمال يسقف وكله نسي كل حاجه. عايز اقول لك لما تلاقي اختلافات ما تحاولش تناقش فيها كتير. قد يكون انك انت لما تسمع من فلان قد يكون فكرك يتغير في شيء معين كويس، لكن ما تدخلش في مجادلات، ما تدخلش في مين الصح ومين الغلط، ما تدخلش انك انت داخل تحدي عشان تثبت انك انت الصح وفكرك هو الصح او فلسفتك هي الصح، لان في حاجات كتيرة جدا مش تفرق اطلاقا اذا كنا نصدق فيها بهذه الطريقة او غير كده، واحنا عندنا الحقائق الاساسية. لكن تأتي وتقول يا رب انا فعلا عايز اجتمع باخوتي بنفس واحد النهاردة، عايزين نمجد اسم الرب يسوع. نشكر رب لما احنا بنعمل اجتماعات في البيوت تجد ان هما الاخوة الاخوات بيسألوا اسئلة كتير، واحنا بنسأل اسئلة وبنجاوب، نجد ان كل بعد سؤال سؤال ترنيمة وبنفرح بالرب، تجد ان العملية كلها ايه؟ فرح في يسوع. امين. مش هنضيع وقت بعد كده. مين يقول يا رب انا مش عايز اضيع وقت؟ امين. انا عايز النهاردة امتلئ بروحك، وعايز النهارده تساعدني ان انا اصلي من اجل كل واحد ايضا ان يمتلئ بروحك، ولو حصل هذا ستحدث معجزات في هذا المكان احبائي، وهتلاقي ناس بتشفى وناس بتتحل مشاكلها، وناس كانت ضعيفه طول عمرها ضعيفه ضعيفه روحيا مش بتتقدم يوم واحد، تجد ان كل مره بيجوا هنا عمالين يتقدموا اكتر واكتر. ده بسبب مين؟ روح الله اللي فيك. مش بسبب ان الوعظة حلوة، ولا بسبب ان الناس المكان حلو، ولا بسبب الترنيم اصلها بلدي كده وبتفرح، لكن بسبب مين؟ روح الله اللي في المكان. امين احبائي. مين حيصلي الساعة 10 تلاقي من الليلاتي؟ امين. باسم الرب يسوع كل الساعة 10 افتكر اخواتك، افتكر عيلتك هنا في هذا المكان، لان هذه العائلة مقدسة ويسوع قدسها. وليقل الضعيف بطل انا، اللي مننا شايف انه ضعيف ده بطل في يسوع، واللي شايف مننا ان قيمته صغيره عند المجتمع انت قيمتك عاليه جدا في نظر يسوع. انت مش اقل من اي واحد اطلاقا ومش احسن من اي واحد، لكن انت ليك قيمه خاصه وليك عمل خاص في الرب. امين احبائي. تعالوا نصلي من اجل هذا الامر باسم الرب يسوع. انا عايز كلنا كده نقف مع بعض نرفع ايدينا الى فوق باسم الرب يسوع، متحدين بنفس واحد بنقول يا رب ان احنا النهارده بنقول لك يا رب احنا نتحد بنفس واحد امامنا باسم الرب يسوع المسيح. هنرفض كل روح غريب باسم الرب يسوع، كل روح يعطل، كل روح صغر نفس، كل واحد حاسس ان هو نفسه صغيره مش قادر يعمل حاجه، احنا بندمر هذا الروح باسم الرب يسوع. هذا ليس روح الله احبائي. لو واحد حس ان هو صغير مش قادر يقدم حاجه، واحد حس انه عجوز، واحد حس ان هو صغير في السن، واحد حس ان هو معندوش امكانيات، باسم الرب يسوع المسيح اقول النهارده انا بنتهي لهذا الروح باسم الرب يسوع، وهذا الفكر باسم الرب يسوع، انا النهارده فيك فهعمل عمل روحك، اللي يديهوني روحك هعمله باسم الرب يسوع النهارده. صلي من كل قلبك، انتهي كل روح صغر نفس باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع المسيح،
باسم الرب يسوع المسيح. انتهى كل روح إدانة لما تشوف واحد وقع قل له باسم الرب يسوع انا هرفعه مش هدينه باسم الرب يسوع النهارده. لو شفت واحد قدامي وقع انا هرفعه مش هدينه باسم الرب يسوع المسيح. شددوا الركب المخلعه زي ما بيقول الكتاب المقدس باسم الرب يسوع. لما اشوف ركب مخلعه ان انا هشددها باسم الرب يسوع. باسم يسوع المسيح سيكون فعلا اذا سبق احد وسقط في ظل اصبحوا انتم الروحانيين هذا بروح الوداعه ناظرا لنفسك لألا تجرب انت ايضا. لما اشوف واحد وقع انا ارفعه بالوداعه وليس بالادانه باسم الرب يسوع. بنتهي كل روح ادانه من علينا باسم الرب يسوع المسيح. بنتهي ايضا كل روح اساوى ان كل واحد احيانا بتبقى فينا اساوى من ناحيه الاخرين فلا نصلي من اجل بعض ولا نذكر لبعض ولا نحس بجهة بعض. انا بنتهي هذه الاساوى باسم الرب يسوع لكننا نرفع بعض النهارده في صلاه باسم الرب يسوع بقوه دم يسوع المسيح بقوه دم يسوع المسيح بقوه دم يسوع المسيح. يا رب يا قدوس انا بجتمع انا واخوتي بنفس واحده. نعم يا رب يا قدوس انت النهارده تجعلنا نفس واحده بفكر واحد وقلب واحد عايزين مجد يسوع في هذا المكان. عايزين نمتلئ بروح الله حتى ان كل واحد يدخل هذا المكان ينجذب الى روح الله اللي فينا وكل واحد يدخل هذا المكان يمتلئ بقوه روحك القدوس حتى ان هو فعلا يا رب يشوف معجزات مشاكل بتتحل معجزات بتحصل نفوس بتقوم من الموت بتقوم من المرض بتقوم من المشاكل. نحن نثق يا رب ان هذا المكان يكون مستشفى روحيه ونفسيه وجسديه باسم الرب يسوع مستشفى الهيه باسم الرب يسوع حتى انت كنت تعمل فيها. ناخذ هذا القرار ان احنا نصلي كل يوم يا رب الساعه 10 بالليل نصلي من اجل بعض باسم الرب يسوع المسيح وبنعمتك سننفذ هذا ابتداء من الليله لاننا فعلا عائله واحده فيك لاجل مجدك. اشكرك يا رب القدوس لأنك أنت تسمع واستجب ولك كل المجد. آمين.